مبادرة حمدان بن محمد للإبداع الأدبي. ديوان من الآخر للشاعر سعود الطاثوب. يهب الهبوب ادناه ولا يهبك صاح، أبوقف بوجه الريح وأشوف مقدرته. الأعمار بيد الله والرزق بيد الله، وأنا عبد ما يدري عن الغيبة واخرته، ولكن معايا علم ربي عطاني اياه يخلد لك الطاثوب لو هو بمقبرته. ولو اني قلي المال ماني قليله، جاه عشير الردى من فضل ربي معاشرته، خوي الردى دايم طريق الردى ممشاه. عسى الله يبعدنا عن الدابه وشجرته، وعسى الله يقربنا هل العرفه والمنجاه، هل الماقف اللي يسود الايام خابرته. يليت الردي يوسم على جبهته برضاه، على شان لا شفته تقبلك وخرته، وأحب الخوي اللي ينومس قبل تنخاه، يقدرك بالواجب وإذا ضاق قدرته، وأحب القصيدة العذب وموت في ليلاه، والإبداع تكويني وأنا صوته حنجرته، جره على كيفي وجيبها على المشهاه، لمن ضقت سامرني وإذا ضاق سامرته، لو في فوادي جرح ولا بصدري آه على غايب الناس ولكن تذكرته، أحبه هبي منه ودور عليها أشباه، ولا شفت منها أشباه إلا بمنظرته، وأحبه هبي قربه ولكن حصل فرقاه، يا فرقاه متعبني وانا ما تصورته، ليته قبل يمشي خذاني وسط مخباه، ولا يحرم الشاعر من احساسه شاعرته، يا رب البنادم ما يبي شيء من دنياه سوى لا حرم تنسان عن شيء صبرته.